صباحك مسك برعاية منظفات الوزير. منظفات الوزير، خيارك المفضل. أهلا وسهلا بكم مجددا في صباحك مسك، وكما قلنا يوم حزين وكارثة حقيقة إنسانية في تركيا وسوريا، عند التواصل مع كثير من الناس في تلك المناطق قالوا شعرنا بأنها القيامة. الفقرة الأولى ستكون عن الحملات التطوعية والمساعدة الممكنة، ومعنا عبر الاتصال الأستاذ يوسف نواف تكروري من فريق حفظ النعمة التطوعي. أسعد الله صباحك أستاذ يوسف. أسعدك حياك الله أستاذ يوسف. بدون شك يعني المصاب جلال، وفي هذا الوقت في مثل هذه الأوقات ينبغي على الكل أن يستنفر وأن يقدم كل ما يستطيع، حتى الدولة بكل إمكانياتها يعني لا تستطيع أن تؤدي المطلوب، حتى مساعدات الدول ستبقى قاصرة، يجب على الكل أن يتحرك. أستاذ يوسف، لو تحدثنا عن طبيعة الحملات التي تقوم بها المؤسسات الإنسانية ومؤسسات المجتمع المدني، ومنها فريقكم فريق حفظ النعمة التطوعي. السلام عليكم. أولا رحمة الله، الله يرحم المفقودين وإن شاء الله الله يعوض عائلاتهم خيرا، والله يصبر عائلاتهم وذويهم في تركيا وفي سوريا، مصاب جلل ومصاب كبير، الله يعين الجميع. طبعا يعني الكل شاهد المصاب وشاهد الدمار وشاهد يعني مصيبة الناس، والناس ما زالوا في البرد والناس ما زالوا عالقين تحت الأنقاض. نعم أي نعم نعم ما أسمعك. والناس ما زالت عالقة تحت الأنقاض، وما يعني ويبدو أن دولة تركيا مدام يعني أعلنت هذا الشيء أنه تحتاج لمساعدة من كل دولة، تم تقديم يعني عرض مساعدات من 45 دولة، ويبقى الموضوع حتى يعني سألنا الجهات المعنية من الجهات الأتراك قالوا ما يعني كل ما تستطيعون نفذوا عن طريق الجمعيات الكبيرة زي الأساد أو المنظمات الكبيرة عن طريق الأساد، من يتطوع من يعني هو سؤال أستاذ يوسف الكل. فعلا كل ما نستطيع، لو نقول ما هي الأبواب التي يمكن المساعدة بها، يعني أنت التبرعات أيضا المساعدة بنفسه، لو نتكلم عن كل أشكال الدعم التي يمكن أن يقوم بها كل من يسمعنا الآن. من أشكال الدعم حتى أبسطها، حتى التواصل مع الناس هناك، الناس اللي ما زالت في الشوارع، حتى التواصل معهم حتى نفسيا، هذا الدعم النفسي من أهم يعني أهم دعم الآن، هو أن يتواصل أي شخص هنا مع أي رقم، يأتي رقم مفقود أو كذا، أنه يتواصل يحاول يدعم من بيته، حتى غير الذي يعني يستطيع النزول على الشارع والذهاب إلى المناطق الجنوب إن كان أو الشمال السوري، ويستطيع أن يقدم ويسأل، هذا أدنى ما يمكن أن يفعله أي إنسان منا. غير بعدين موضوع جمع التبرعات أو لم الألبسة لتدفئة الناس في الشوارع، الناس الآن يعني ما كفاها لا الملاجئ التي فتحتها الأتراك ولا الملاجئ اللي فتحت ولا الصلاة، حتى يعني حتى في الصالات، حتى في المساجد، حتى في المعاهد، في المدارس، كلها مليئة، والناس ما زالت في الشوارع في السيارات، والما يملك سيارة في الأرض، فحاجة الناس لكل شيء، لأي شيء بسيط، حتى لصحن العدس بحاجة لها، حتى لحرام بحاجة لها، لجكيت، لأي شيء ولو بسيط هم بحاجة لذلك. طبعا الشيء الأساسي الأكثر يعني أكثر فائدة هو المأوى، فإذا تأمن المأوى فهو أفضل شيء، لكن في شح في هذا الشيء، حتى الطرقات الوصول لهناك ليس ما طريق سهل أبدا. نحن إن شاء الله سنتوجه اليوم مساء للشمال السوري، وفريق بعد قليل سيتجه باتجاه الجنوب التركي، لكن الطرقات أصلا جدا جدا صعبة، في منا من انطلق من الأمس حتى الآن لم يصل، فالطرقات جدا جدا صعبة، ولكن يعني تستحق المحاولة والمجاهدة حتى يصل الإنسان إلى المتضررين ويقدم لهم يد العون ولو بأقل القليل. يعني أستاذ يوسف، أيضا يعني هناك رسائل وردت عن موضوع فتح باب التطوع من خلال البلديات للذهاب إلى تلك المناطق، يعني الدولة بنفسها تستنفر الناس للتطوع والذهاب، ماذا عن هذه النقطة تحديدا؟ الآن
فتحة الجمعيات التركية الآفات تحديدا باب التطوع، كانوا طالبين بالأمس 5000 متطوع، وما زال أظن يعني في رابط ممكن أرسله لكم ويعني يرسل المستمعين. نعم. من لباب التطوع إن شاء الله، لكن هل اكتفى العدد ولا لا في البلديات؟ طبعا في كل بلديات، بلدية مشاكشير، بلدية أسنيوك، بلدية بيلك جزو، بلدية الفاتح، كل هاي تستقبل المتطوعين. فكل هذا يعني خاصة يعني متطوعين عم بيأخذهم لمناطق لم يصلها أي إنسان لحد الآن، يعني في مناطق كثيرة وقرى صغيرة لحد الآن ما وصلها، حتى الآفات ما وصلتها بسبب سوء الطرق. الآن هم يستقبلوا كل المتطوعين، ولكن أظن أن العدد يعني يكتمل، لكن مواصلات الذهاب هي الذي يعني يواجههم فيها صعوبة. فأنا حتى أقترح يعني للعامة الناس من معه سيارة يملك بعض الأمور، بعض الملابس كذا، يذهب بنفسه ويعطي ثم يعود. يعني هل هذا أظن أنه مسموح و يعني مبادرة شخصية تكون من كل واحد فينا مقتدر على هذا الشيء. أما من ناحية الأمور القانونية، الآفات الآن تستقبل المتطوعين للجنوب التركي، أما بالنسبة للشمال السوري فعن طريق الجمعيات السورية، عن طريق حتى نحن نتفقنا مع جمعية سورية، حتى يعني جمعية تعمل في الشمال السوري حتى نستطيع الدخول لهناك، لكن الأذونات جدا يعني لحد الآن صعبة حتى الوصول للشمال السوري، نحاول فيها قدر الاستطاعة. الكادر البشري كافي تقريبا، لكن هو المحتاجين أكثر الأمور المادية، حتى في موضوع الأمور المادية يعني أقصد من طعام أو تكسية أو العينية. نعم أيها تماما، حتى لحاجة أكثر لذلك هي يعني أدوات لرفع الأنقاض عن الناس. هاي المشكلة أنها لم تصل، مثلا في شح كبير في الشمال السوري لهاي الأدوات، في شح كبير في القرى الصغيرة في المناطق، في مناطق هطاي ومناطق غازي عنتاب وغيرها من المناطق المتضررة. هاي المشكلة الأكبر اللي هي توفر الأدوات لرفع الأنقاض عن الناس، وقلة الخبرات، لأنه فريق الآفات لحد الآن يعني حسب معلوماتي الآن ما وصل لكل المناطق، وفي مناطق كثيرة لم يدخلها حتى الآن أي حد، وفي جثث تحت الأنقاض الآن ما تحركت حجرة من فوقهم بسبب يعني ضغط على الضغط في المساعدات، الضغط في كمية هائلة من البنايات المهدمة. يعني لا شك أن هناك كارثة، المشكلة فعلا الحقيقية في الزلزال أنه أصاب منطقة واسعة جدا، نتحدث عن 6000 مبنى مهدم في تركيا، ناهيك عن الشمال السوري. أستاذ يوسف، إذا موضوع التطوع بالنفس والذهاب أمر كما ذكرت مفتوح، لكن ضروري التنسيق سواء قبل من أجل الذهاب أو حتى من يذهب كما طبعا تفضلت في سيارته، عندما يصل يعني ينسق مع الجهات الرئيسية مثل الأفاد وغيره حتى يعرف ماذا يفعل. تماما. هنا دائما لا نريد أن يتحول الذاهب إلى عبء أيضا يحتاج من ينتبه عليه، لا سيما كما قلنا يعني هو الكارثة الكبرى تتضمن في الجو والعاصفة الثلجية الموجودة التي زادت الأمر صعوبة. أستاذ يوسف، كيف وجدتم إقبال الناس وتفاعلهم مع الكارثة؟ والله بصراحة ما شاء الله، يعني الناس من متبرعين أو من متطوعين أو يعني الناس مستنفرة استنفار كامل، يعني ما وجدت أي حملة سابقة مثل هذه الحملة أبدا. يعني حتى الآن في موضوع التبرع في الدم بعد يعني الساعة تقريبا 10:30 أو 10:40 في تجمع العرب كلاتهم في ميدان شيرين إفلاد للتبرع بالدم للعرب، والباصات الحمد لله تم تأمين باصات في عدة مناطق، مشاكشير، أسنيورت، بيلك جزو، بعض المناطق الأخرى كمان ممكن إرسالها للمستمعين إن شاء الله بعد قليل. مناطق كثيرة الآن سينطلق منها باصات بعد تقريبا ساعة تتجه باتجاه ميدان شيرين إفلاد لتقديم الدم، والناس يعني بكل ما تستطيع حسب يعني ما اللي رأينا أنه بكل ما تستطيع تحاول تقديم شيء، وعدد المتطوعين التواصل معنا عدد لا يوصف، حتى عدد المتطوعين حتى في الشمال السوري تجاوز الآن لحد الآن في إحدى المجموعات يحصل عدد المتطوعين تجاوز 460 متطوع، عدد متطوعين كبير، لكن إن شاء الله يعني الله يقدرنا جميعا نحن من كل من يريد أن يتطوع أنه نقدم الخير
للمتضررين إن شاء الله. جميل. إذا نريد أن نؤكد على موضوع التبرع بالدم من المواضيع المهمة جدا، يعني ربما أكثر ما وجه له نداء في الساعات الماضية كان من هلال أحمر موضوع التبرع في الدم. ذهبت أمس على سبيل المثال إلى مستشفى بشاك شهير الجديد، حقيقة ازدحام هائل في موضوع التبرع بالدم، يعني ازدحام طبعا يسعد الإنسان أن هناك كمية هائلة من الناس تريد أن تذهب وتنتظر لساعات، ربما تنتظر ساعتين أو ثلاث ساعات من أجل التبرع بالدم. لا تقول أنني لا أريد أن أنتظر ساعات، هناك من ينتظر أكثر من يوم، أكثر من 24 ساعة تحت الأنقاض. موضوع التبرع بالدم موضوع مهم جدا جدا. إذن أذكر أنت قلت في ميدان شيرين إيفلر في الساعة بعد العاشرة ونصف. بعد العاشرة ونصف. تمام. بعد العاشرة ونصف. هناك باصات قد من المنظم لهذه الفعالية أستاذ يوسف؟ موضوع مجموعة من الكشافات اتحدوا، يعني فرق تطوعية كشفية. نعم. اتحدوا وفعلوا هذه الفعالية. جميل جميل جدا. إذا شيرين إيفلر، ميدان شيرين إيفلر. أيضا أستاذ يوسف، ماذا عن يعني من يريد التبرع بمواد عينية، هل هناك أماكن محددة يمكن أن يذهب إليها؟ الآن الأتراك يجمعوا للجنوب التركي في عدة أماكن مثل البازارات، بيجمعوا في البازارات لجمع الملابس، جمع الحرامات، جمع الفرشات، أي شيء يعني يأوي الناس بشيء ولو بشكل بسيط. كل هذا البازارات تستقبل. الآن في عدة جمعيات خيرية أنتظر منهم الإعلان. نحن فريق تطوعي يعني بسيط، لذلك لا نستطيع موضوع تأمين الشاحنات من هنا لهناك، نحتاج إلى تنسيق، لأنه نستق مع جمعية خيرية معترف فيها في تركيا في موضوع أنه نأمن عدة باصات وعدة شاحنات تخرج من اسطنبول تتجه باتجاه الجنوب التركي ومحاولة ادخال بعضهم للشمال السوري. فالآن الآن المتاح حاليا اللي هو الجمعيات التركية في البازارات اللي بالعادة يفتحوا في بازار الخضار وبازار الملابس، الآن فقط يجمعوا في ملابس للتبرع وتنتقل شحنات يومية من هنا. جميل جدا. إذا هناك تبرعات عينية كما ذكرت في البازارات، هناك من تبرعات من التبرعات العينية أيضا، مثلا حليب الأطفال، حتى فوط الأطفال، الملابس الشتوية، البطانيات، هاي الأمور كلها بحاجة لها، حتى الغذاء. يعني تواصلنا مع كثير من الناس في أنطاكيا وفي غازي عنتاب، في قرى صغيرة مثل كرتان وأكتبة وكذا، حتى الطعام للآن ما عم بيستطيع يوفروا طعام، لأنه أصلا المحلات مهدمة، ما في محلات أصلا يدخلوا يشتروا منها حتى بالمصاري. فيعني ناس بحاجة كثير من الأزمة، كبيرة جدا الأزمة، أكثر مما أنا يعني نستطيع أن نتحدث عنها، وهي يعني ستستمر والله أعلم، يعني حتى لو اتحدت كثير منها ستستمر أسابيع لحتى تستطيع الناس أن تعود إلى بيوت حتى عدة أشهر. فيجب يعني يكون الاستنفار دائم للمحتاجين والمتضررين. يعني كما تفضلت، الناس الذين تحدثوا عن الزلزال 1999 تحدثوا فعلا أنهم بقوا أشهر بعيدا عن منازلهم، لأن الناس دائما تبقى تخشى من موضوع تهدم هذه المنازل. نتحدث عن 6200 منزل تهدم، لكن هناك كثير من المنازل التي تهدمت بشكل جزئي أو تصدعت، والتي غادرها أهلها خوفا من أن تهدم، لا سيما أن الهزات الارتدادية لم تتوقف منذ الأمس. إذا كما ذكرت، الموضوع لا ينحصر بمن هم تحت الأنقاض، لا ينحصر بمن هم هدمت بيوتهم، يتحدث عن كثير من المهجرين، آلاف، عشرات الآلاف، ربما مئات الآلاف، قد يصل، أنا سمعت أن هناك ربما مليون شخص الآن خارج المنازل. إذن أرقام كبيرة جدا. كل هؤلاء الناس يحتاجون إلى الدعم، والكثير من الدعم. أستاذ يوسف، هل الجمعيات العربية يعني كيف ترى أداء المؤسسات، الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني العربية؟ المؤسسات صراحة من الأمس يعني الكل مستنفر بشكل جدا كبير، والناس تسعى لجمع الخير بشكل كبير. كل الناس تنتظر، يعني تنتظر كل الناس تنتظر المزيد بالتأكيد، لكن كل الجمعيات وكل الفرق التطوعية وكل يعني وكل المجموعات التي يعني نتواصل معهم وكل الفرق اللي على الأرض نتواصل معهم، كلهم يعملوا يعني من امبارح صباحا حتى الآن. في ناس
يعني ما نامت، تعمل فقط في موضوع توفير أي شيء للمحتاجين، لكن الضغط كبير. يعني حتى الدولة التركية مع الجهد الذي تبذله، مع قوة الجهد التي تبذله، مع الأسف ما يعني، وهذا يعني مقدر لهم، لكن حتى الآن لم يستطيعوا الوصول لكثير من الأماكن، وهذه المشكلة. لكن الجمعيات والإعلانات وما رأينا، يعني تابعنا الكثير من الأماكن، من الجمعيات، يعني ما شاء الله كبيرة جدا أعمالهم وكبيرة جدا منشوراتهم، لعله أن يكون على يدنا ويدهم الخير إن شاء الله. جميل جدا أستاذ يوسف، وفعلا هون نذكر دائما، يقال أنه في حالة الكوارث يكون الجهود البشرية والشعبية الأولى تكون أسبق حتى من الجهود الحكومية. يعني الإنسان لا يستهين، لا يقول أنا إنسان فرد ماذا أستطيع أن أفعل، والدولة بكل إمكانياتها. الكارثة أكبر من أن يستطيع شخص أو جهة واحدة فقط أن تتكفل بها، يجب أن نتكاثف جميعا. أشكرك جدا أستاذ يوسف، وإن شاء الله يا رب أسأل الله أن يبارك بجهودكم وجهود كل العام في هذا المجال، كل من يستطيع أن يخفف من معاناة الأهل والأحبة في كل الأنحاء، في جنوب شرق تركيا، في وسط تركيا، وفي الشمال السوري، في هذه المناطق المنكوبة. صباحك مسك برعاية منظفات الوزير. منظفات الوزير، خيارك المفضل.